اليوم عنوان حلقتنا تصرفات غريبة. يا أخي حبينا نحكي شوية عن هذا الموضوع لأنه كويس كثير حسناه وبالواقع موجود عندنا كثير. يا أخي هسا الطنطات، يا أخي هسا الطنط شو بتهيأ له لما يكون ماشي في الشارع وكم معاكسة بتلاقيه بوجهه؟ يعني مش عارف شوف شو ممكن يصير. شوف لازم أمشي على الرصية. ليه وقعت؟ شو مالك عم تلحق فيا؟ كيفك؟ هلا كيفك؟ ما بقدر أسلم على سبرو. ممكن أتعرف؟ أنا ما بدي أتعرف عليك. ليش؟ يا بي تقال الدمك فعلا أنك تقيل دم. طب مالك زعلت؟ تعرف أصحابي أنت؟ لا والله كلهم زعلانين منك. ليش طيب؟ أنا شو سويت لكم؟ لأنك تقيل دم. بس أتعرف. إحنا ما بنتعرف عليك، ما بدنا. طب شو سويت لكم؟ اي خلص روح انقلع. انقلع عن ابوك وبلت وهالبلد. اقسم بالله هسه بضربك. يلا وصل معي لهون. ولا ولا شيء ثاني. هسه انت لما تكون مثلا شايف شخص لك سنتين تقريبا يجي يطلب منك مصاري، اذا مشان ربك اذا شو بتهيئ لك؟ اسال عنه بالاول. خلال السنتين هاي جت تطلب مني مصاري، شوف شو ممكن يصير. بيه علي جاك. تفضل. انا حمدان. هلا حمدان، كيف حالك؟ والله لك عن جد. هلا هلا حمدان. هلا تفضل. بدي اياك بشغله. هلا هلا بدي اياك بشغله. شو الشغله؟ الحمد لله. الاقي معها شلرات. الله ما عارف انك قدها. والله اني عارف انك قدها. قدها من قدها. برا برا. طب ليره 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 تعرفك. بعدين انا في شغله ثانيه بتقهرني، تبون المظاهرات هذول. يعني انت طالع مظاهره، شو تتوقع انه راح يصير فيك؟ اكيد يعني من شكلك مبين شو راح يصير. يعني وطلعنا مظاهره وشفنا شو راح يصير. شوفوا انتم بنفسكم شو راح يصير. سلميه سلميه يا الله شو قوي. سلميه 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 سلميه. وقفني. شو مرخصك؟